السلام عليكم يا اهلا وشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. رجعت لكم فيديو جديد مع لعبه ارمورد كور الجزء السادس. في هذا الفيديو ان شاء الله راح اسوي تجربه بسيطه، او يعني مثل ما تقول جيم بلاي بسيط حق اللعبه. فخلونا ندخل بالفيديو على طول. بس قبل ما ابلش تضغط على زر اللايك وتشترك معنا في القناه اذا ما كنت مشترك، والحين خلونا نبلش الفيديو. حياكم. طبعا اكيد راح اسمي نفسي دارك سولز، لازم بعد ميازاكي زيكو زيكو. حلو، بلشنا بارمورد كور الحين. الي طبعا انت باللعبه كلك الي كذي، عرفت؟ يعني ماكو شيء هيومانيتي او شيء انسان او بشر، ما في. انا هني اول شيء لعبت تجربه، سويت تجربه بسيطه قام اسجل. المهم هني قاعد يعلمني شلون التشارج اني اصعد. قام اسجل الجيم بلاي هذا، كنت قاعد اسوي تجربه عشان اضبط الكواليتي، فمرت علي بعض التدريب هذا. طبعا هنا الكاميرا طبعا يعلمك من اليسار. في البدايه ذول زعماء او اعداء عاديين. دائره راح تسوي بوست حق، مو بوست، هو مثل ما تقول يعني كانك قاعد تركض. اوكي، هذه الدائره. زين، اذا طبعا L2 اللي هو السيف مالك. اوكي، طبعا L2 تقدر تضبطها مع تشغل بوست وتضغط L3 وبعدين تروح عند العدو تضغط L2 راح يعطي مثل السيف يطق. المهم تقدر تطق من بعيد التارجت. الحين هذا بدون تارجت، اذا ضغط R3 راح يصير تارجت معك. عموما نشغل التارجت احسن. R1 الحين القنابل. انا التدريب هذا مر علي لان كنت قاعد اضبط ال قول معاي الكواليتي مال التسجيل. المهم في البداية حسيت ان التحكم شوي يعني صعب، يعني في البداية ما ادري شلون، غريب التحكم. بعدين شوي شوي يعني قدرت اني يعني تعود على الكنترول، لان ما ادري تحس انه شيء غريب الي ولازم تلف و وش اسمه، يعني تحس انه ثقيل بعض الاوقات باللفه والامور هذه. وقوايد قنابل، وايد رصاص. طبعا اذا دس السهم فوق راح يصير اللي هو الهيلينج، يهيل نفسه. حلو، هني اكسس المثلث. طبعا هو بس ضغط واحدة هو راح يمشي الخط. انا اول شيء عبالي لازم اضغط عليه مدة، طلع لا. هذا اول مرة العب لعبة ارمورد كور بالاجزاء كلها، هذه اول مرة العبها صراحة. ما ادري يمكن من النوع اللي كنت ما احب العاب السيجياليين والامور هذه، بس خلينا نجرب. هذا هنا يعلمك البوست مع المربع مع هذا. اوكي، مثل داش. اوكي، مع الاتجاه اللي تبيه. انا لحد هني ما دخلت. اوه، في واحد فوق بعد. بس العدادات شوي يعني مستغرب انهم مو متعود عليها. لحظة خلينا نشوف، يعلم هني هذا الداش. اوكي، هولد R2 عشان الفاير. اوكي، R1 عشان ال شولدر ويبن اللي هو القنابل. تحت عندي الاي بي، الاي بي هو المفروض يكون الاتش بي لان هذا اللي قاعد ينقص. وعندي تحت اللي هو الريبير ثلاثة. لحظة، اذا هذا اعتقد الفلاسك، ايوه الباشنات. اوكي، بوست. تعب الاستامنا، هذا الخط اللي تحت. شوف هي يطلع كلمة بوست اون، يعني شغال. بوست اوف طافي، تحت مكان لاين. بس عشان يشتغل لازم تمشي وتدوس دائرة بعدين تشيل ايدك. عموما وين ربعنا؟ اوه كاهو الاستامنا. اوكي، اذا ما اضغط بوست او جامب
راح ياكل من الستامينا. شيء غريب يا ربع، والله مو متعود على الستايل. وين الاعداء يا بوي؟ زحمة، زحمة مباني. كاهو يساري. الو، لا وايد مبكر، وايد مبكر. في شيء صار. اوه لحظة لحظة، هذا طقه ولا شنو؟ حلو ان القلاب ما يخلصون. يا سلام. المهم قاعد يطقوني. لحظه شلون مو متعود على الالي كذي العب بالي. اوه هذول ربع اللي كان. اوكي في تارجت هني وفي تارجت هالصوب. خل نروح التارجت هذا اول شيء. يطقوني يطقوني يطيرون. اذا خل نروح التارجت اللي هني. اوبجكت مثلث. عندي بعد تارجت ثاني الصوب وتارجت ورا. عشان ندروع حاطين درع. اي حط الدرع. خذ. حلو. وين الاوبجكت؟ شغل البوست. لا لا بيخلص لان كل جامب ياخذ منه شوي. داش بالهواء ما يصير. شنو ما يصير داش بالهواء؟ اوكي 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 زحمة زحمة طق. ما ادري وين. خلص استمن علي. ما قاعد يطقني. لحظة لحظة، عندي على يدي اليمين كا 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 ال ار اي. شنو ال ار اي؟ اللي هو الرصاص العادي. جيب 17 16 15. ال ار 1 اللي هو اربع رصاص، اربع قنابل من هذول. ويخلص والله. اوه يخلصون. انا عبالي ما يخلص. زين التارجت اللي بعده وين؟ ما يبين اخي. ما افتح.
تعال عند هذا دوس اكس يسوي جمب عالي. اوكي لا حول ولا استمر. اتوقع بعدين راح يزيد يعني تركب ممكن اشياء معينة راح تزيد الاستمر عندي. ايوه عطاه خلولي اكس. اوه دبل جمب عطى بوست. والله يعني لحد الحين اشوفها جيد جدا يعني ما جيد الى جيد جدا يعني ما ادري يعني ايش بيصير بعدين يمكن مع التطوير وقوة الالي وشنو هذا يصير ممكن اللعبة تحلو اكثر. هذا يعتبر مثل بوس بداية. ميازاكي حركاتك يا ميازاكي خذ دم. اوف اوف بت 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 عاد انا جايلك ما عندي الا ريبير واحد بس. اها لاحقني 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 ما يخلص. وينه؟ ما اشوف وراي بالضبط. ايه الخط الاصفر اللي هو مثل ستاجر ماله. شوف شوف قاعد يعبي بس وقف الحين. شوف ايه واضحه. منو قاعد يعطيني ورا؟ راح اموت. احمد اوكي اوكي اجين اجين. ايدك لازم ما تشيلها من الرصاص صديق. لمن استقر روح يموت 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 يموت. سير قوي لا على اخر طقه. لا يا الله بس لا وحوش استقر مرتين بس. طق 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 رصاص طق. حلو استقر تعال انزل. ما شلون برا؟ شلون هو برا قاعد يطقني؟ نزل الاستقر شوي. بعد واحد بعد واحد بعد واحد تكفى. ما استقر واحد برا برا الاريا. تعال تعال تعال
اخر هيل. استقر واحد. الو استقر واحد بس جي جي. جي جي. والله هو سهل. بس يعني الكاميرا اللي مسويها مشكلة صراحة. بس خلاص ماكو شيء يعني. يعني هذا يعني اللي على اليسار يخص القطعة اللي انت بتركبها، اللي على اليمين مربع اليمين يخص الشكل كامل او الآلية كاملة. فأنا لما اركب هنا 970 بالراس وعندي الايد في اتش بي اللي هو اي بي وفي عندي الريل اي بي، فكل التوتال يطلع 900 وشي. ايوه اللمعة، حط اللمعة ما ادري. عموما استيكرات حركات. وشنو هذا؟ ايمج اديتر. ايمج اديتر ما ادري ما قرينا. انت تسوي لك رسمه. يا 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 واستلم فن الحين الشباب بالاونلاين. ممتاز. بارت شوب. حلو حلو حلو. وصلنا حق البارت شوب. باي اند سيل. نروح باي. وين اللي انا مركبه؟ مو مكتوب اكوبمنت يعني. مو هذا السلاح اللي مركبه. اوكي اوكي السلاح اللي مركبه انا 87. هذا السلاح يعطيني 194 من 66. بس ثقل الوزن هذا خف. اوكي والله بازوكا. عطنا بازوكا لانه ثقيل بس دمج عالي ما يخالف. حلو شو الموضوع؟ التارجت هني. انطلق ايها الرعد. روح ننطلق الى تارجت ونشوف شنو يبي منا الشباب. وين قاعد تقني؟ لا ما قاعد اقول في شيء ثاني طقني غير هذا. اوف 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 سريع هذا. مو معقول هذا ام بي سي. مو معقول ام بي سي. اعتقد احس انه لاعب ما ادري يعني. استقر. اوف والله كسرني. معقوله؟ ام بي سي كذي؟ بهالقوه؟ ما تطقني كذي وهدك وامشي انا. لا يبا لا يبا تعال يا حبيبي تعال. انا يبا بارمر كورت. تعال يبا شوف وينك. تعال تعال راح اتعامل معاك معاملة سولز. انا لحد الحين مو قادر انسجم ان انا داخل الي. مو ام بي سي. مو لاعب ام بي سي. ام بي سي هذا بس اكشر. هلا بالحبيب. اوه داش صاروخ لاحقني. لا لا حوقي. تعال وينك ما اشوفك. تعال انحش. اوكي
الله اكشر. والله اكشر. استقر. فزت عليه؟ ايه. بايلوت. لازم تحملنا شيء قطعة فيه ما في. المهم. هذا واحد خلصنا منه. يا ويلك يا لياي. وينك يا لياي؟ تعال اشوفك. تارجت. بس مش كومبليت. شلون عيني؟ وانا لازم كذا اتعامل معاك معامله دارك سولز. المفروض يعطيني الحين صاروخ من جهتين، يعني يمين ويسار. اول شيء بجرب الصواريخ. ارتفعوا. شوف اديله الوان ار1. ها كل واحد بروح. تمام انا اروح. يقولك شنو بش شيب سترايدر؟ في شيء يعني جوست جاي يهتز ما شنو. المهم خلنا نمشي نشوف وين نروح. امشي. طقني شيء. هذا ليزر ازرق. اعتقد بوس. كاو كاو ليت ليت يالي 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 العاش. بوس هذا طلع. الله 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 الله. ما اتفقنا كذي ما اتفقنا كذي. اوف. لا لا لا. ذكرني برادان مال الدر رينك. تمشي تطج من بعيد يطقك. انت هني تعال. والله ما اركز هنا ما اركز. لا ما كان الاتش بي واحد. تارجت. اوه طلع هذا شو اسمه؟ مثل ستار وورز. لازم اكسر ريله. والله شوي قاعد تحلو يعني دام انه في اشياء كذي. صبر صبر. انا اقول لك شو تسوي. قنابل 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 قنابل. لا لا لا. اوكي المفروض انكسر. لين ينزل تحت يطيح. طاح طاح. شوفه. الله 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 الله. دم دم. حركاتك يا ميزاكي. زيكو زيكو. لازم اروح فوق. الله الله الله. انطر 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 بابا انطر. انطر يا حبيبي انطر يا حبيبي. يا حبيبي. اوه صعدنا فوق الآلية. اشو اني ركبت. شنو هذا؟
ما في قنابل. لحظة، شو اللي قاعد يعطيني من هناك؟ اطق التارجت وراي 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 وراي، في شيء وراي. اتوقع يصل. هذا فصل. هذا فصل عن الجسم الثاني. انطر. اتوقع اطق هذا بس ما اعطيني تارجت اني اطقه. مثل البوس هذا يعتبر، كان الاتش بي ماله فوق. شلون اوصل لك فوق؟ انت مسوي مسافة بعيدة صارت بين هذا وهذا. خسارة. اوكي، لازم بسرعة. كنت من ينكسر على طول اصعد فوق هذا واطمر الصوب الثاني. بسرعة. اوكي انزين، وين اروح الحين؟ هل يفتح هذا ولا اصعد فوقني بعد؟ اعتقد فوق. شيء قاعد يطقني الازار. تارجت. اوف اوف اوف، عينه عينه عينه. اي عينه حاشني. رحنا فيها. لا لا زمن. تكفى لا تطيح، تكفى لا تطيح، تكفى لا تطيح. اوكي هذا الجنب العالي هنا. في تارجت هناك. لحظة. انزل هذا اذا شو اسمه. لحظة. اوكي التارجت الثاني طاح. بغى يوصل. اوكي
اصعد فوق. طفى هذا، طفى طفى. البوست. هلا بالحبيب. العين جان. اوكي. وين التارجت؟ يا ساتر. أبو أبو أبو. طيب ثواني. هاي نكسره. لا لا مش كده مش كده مش كده. الصف الثاني الحين. لحظة العين. حلو. تارجت اخير. بس بتطقني العين ولا لا عشان اعرف يعني. انا يا العين مالتك. آخر طقة. الحش. حلو. قد جرنا العين. دستوى. آي. ذا آي. أوخر يعني ولا شنو الحين؟ انحش. تعال هني. راح يطيح عليك كمان. انفجر. ايه تجي قال وخر. خذ. والله حلوه المشن. احد اني اعتقد كافي تجربتي حق اللعبه صراحه يعني. ما عجبتني وايد وايد ولكن يعني حلوة اللعب. ممكن جيدة. ها جيد جيد جدا لحد الحين. في البداية شوي راح تضطر انك تعيد وايد مراحل عشان تحوش فلوس تشتري، ولازم تفهم وتحسب سالفة الوزن والامور هذه. بالنسبة لي هذه كانت اول تجربة لي حق هذه السلسلة. كتبوا رايكم بالتعليقات تحت شنو رايكم باللعبة، منو جرب اللعبة وشافها او بيشتريها وين يكون او لعب السلسلة بشكل عام. نشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني. شكرا، مع السلامة.